میں اردو میں آپ سے مخاطب ہوں اور میرے اساتذہ کرام جیسے میں نے پہلے تعارف کروایا تھا اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، انا ارحب بكم جميعا يا اساتذه الكرام، حضوركم ومجيئكم في هذه الحفله عز لنا وشرف لنا، بارك الله فيكم وفي اولادكم، تقبل الله منكم ومنا هذه الحفله. انا ارجو من استاذ دكتور خالد عبد الرازق ان يلقي المحاضره بمناسبه هذه الحفله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، إمام المتقين الصادق الأمين، رحمة الله للعالمين، سيدنا محمد، اللهم صل عليه أطيب الصلوات وأزكى التسليمات، واجعلنا يا ربي من المحبين له في الدنيا، واجعلنا يا ربي من حزبه يوم القيامة، ومن الذين يشربون من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن نكون بين هذه القلوب العامرة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسالة الله عز وجل، ومحبة الإسلام، ولا بد أن ندعو: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ثم أما بعد، فنشكر هذه الدعوة الكريمة من الشيخ لياقة والقائمين على هذه الأمسية المباركة. وفي الحقيقة نحن في أوقات مباركة في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العبادة والصوم في شهر شعبان، وحينما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وهذه المناسبة الطيبة تكريم حفظة كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فجاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، لأن نعمة القرآن أعظم النعم وأعظم المنن من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نتمسك بها ونعلمها للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الهدى والرشاد والأمان من الزيغ ومن الضلال، كتاب الله وسنتي. ونحن في هذه المناسبة الطيبة المباركة تكريم حفظة القرآن الكريم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا وعلى أبنائنا وعلى أحبابنا وعلى زوينا وأقاربنا بهذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن الكريم، وكذلك نعمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها،
فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي هذا الحديث النبوي الشريف دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله مستجاب، مستجاب الدعوة. فإذا دعا للأمة أجاب الله دعوته، نضر الله امرأ سمع مقالتي. فكل من سمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ هذا الحديث وفهم هذا الحديث رزقه الله نضرة الوجه ونور الوجه في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من المتبعين لسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث يعطي ويلقي مسؤولية كبيرة على كل من يتعلم العلم، يتعلم الإسلام، يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس مجرد أن يسمع ثم يسكت، لا، هناك مسؤولية كبيرة أنه لا بد أن يسمعها جيد ثم يحفظها ثم يبلغها إلى من وراءه، إلى من دونه، ولا يبخل بعلمه ولا يتكبر بعلمه، وإنما عليه هذه المسؤولية العظيمة. كل كلمة تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعمل بها، وعليه أن يبلغها لغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المباركة وهذا الشهر المبارك أن يمن علينا بمحبة رسالة الإسلام، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يحشرنا في زمرة خاتم النبيين الصادق الأمين، رحمة الله للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.